خلينا ننتقل للموضوع الثاني واللي أيضا عم يشغل الرأي العام العربي والعالمي أيضا، وهو إعلان تخلي دوقة مرحبا، كون جزء من اليوم مشترك بقناتنا على اليوتيوب بضغطة على زر الاشتراك في القناة. ولحظة لحظة، لا تنسى تفعل الجرس كمان. إعلان تخلي دوقة ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل عن مهامهم الملكية، موجة جدل واسعة جدا بالإعلام العالمي منصات التواصل الاجتماعي. طبعا امتلأت منصات التواصل وصار في أخذ وعطى حول هالموضوع. رغبة الأمير هاري وزوجته بالاستقلال المادي أثار حالة صدمة داخل القصر الملكي أيضا، الشيء اللي جعل القصر الملكي أنه يقوم ببعض المحادثات حول مستقبل الأمير وزوجته. وأيضا كمان غدا الملكة إليزابيث رح تعقد اجتماع وجها لوجه مع حفيدة الأمير هاري حول هالقرار المفاجئ والمستقل يلي هو ما أخذ فيه رأي لا الملكة ولا زوجته أو حدا من القصر الملكي. رواد مواقع التواصل الاجتماعي كان عندهم بعض التساؤلات حول سبب هالإعلان المفاجئ، وكانت أبرز الأسئلة: هل توتر العلاقة بين الأخوين ويليام وهاري هي السبب، أم هل تمرد زوجة هاري الأميرة ميغان ماركل هي اللي جعلت هاري أن يتخذ هالقرار المفاجئ للمحافظة على زواجه ولأسرته الملكية أيضا؟ والعديد أيضا من الانتقادات طالت الزوجين على منصات التواصل البريطانية. رح نشوف أبرزها. ليري إلدر يلي علق وقال: الأمير هاري فعل هذا هربا من العنصرية ببريطانيا وأيضا بداخل العائلة الملكية، فقرر أنه يغادر مع زوجته بعيدا. أما جاي فعلق على الموضوع وقال: يجب تجريدهم من ألقابهم وأيضا كمان من أراضيهم ومنعهم من استخدام أي علامات تجارية أو أرباح أو حتى بتعود ملكيتها للعائلة الملكية. أعتقد نحن فوتنا تعليق، لا نحن ما فوتنا تعليق، نحن ماشيين مزبوط. طيب خلينا ننتقل لجاي. نحن عفوا كنا باللي قبله. جاي قال: على القصر الملكي استرجاع العقارات وإزالة الألقاب منهم، تصرفوا على نحو مخزي تجاه الملكة وفكروا بأنانية. أما التعليق الأخير فخلينا نشوفه مع بعض. كوستانيتا أو كوستانتينا علق وقال: لا يمكن للمال شراء السعادة والحب، لذلك ما بفهم لماذا يشعر الناس بالمرارة تجاه قرارهم. فقد هاري أمه أو أمه العزيزة، فهو لا يريد هذا الشيء أنه يتكرر، ما بشوف مشكلة بهذا القرار، حظا سعيدا للزوجين. من ساعات أو بعد هالقرار المفاجئ أيضا، الأمير ويليام علق على الموضوع كونه هو الأخ الوحيد المتبقي للأمير هاري بعد وفاة الملكة ديانا، وقال بتصريح صحفي، قال: لقد لففت ذراعي حول أخي طيلة حياتنا، لكن لم يعد بإمكاني القيام بهذا، أصبحنا كيانين منفصلين، أشعر بالحزن بشأن قرار، كل ما يمكننا فعله هو أن نحاول دعمهم ونأمل أن يأتي الوقت الذي نكون فيه جميعا على نفس الصفحة متفقين. هذا كان تعليق ويليام وهو أخو هاري على هالقرار المفاجئ والاستقلال المادي اللي حب الأمير هاري وزوجته أنهم ياخذوه من دون أي استشارة من أي حدا. ولكن بعد القرار المفاجئ من دوق ومن الدوق والدوقة أيضا كمان، تعرفون متحف مدام توسو؟ متحف مدام توسو الشهير ببريطانيا فصل تمثالي الأمير هاري وميغان ماركل عن تماثيل العائلة الملكية ووضعهم بمكان آخر. هي كانت التماثيل موجودة، خلينا نشوف التماثيل صارت بمكان آخر منفصل عن العائلة الملكية بعد القرار يلي قام فيه هاري وزوجته. وفي ظل مناقشات القصر الملكي والاجتماعات اللي عم بتدور هلأ حاليا، قامت ميغان ماركل بالتعاقد مع شركة ديزني العالمية لتسجيل صوتها على الأفلام مقابل التبرع أو تبرع الشركة لجمعية خيرية، في حين ما في أي قرار صدر من الأمير هاري حول الشيء اللي بده يقوم فيه واللي هو بيتعلق بمشروع بده يفتحه، شيء بده يشتغل فيه لحتى يكون مستقل ماديا. هذا الموضوع كثير عامل جدل على منصات التواصل. احنا أكيد رح نضل فولو أب مع الموضوع، ولكن رح نكمل حلقتنا ونكمل أخبارنا بعد كثير شوي قليل. مرحبا، كون جزء من اليوم مشترك بقناتنا على اليوتيوب بضغطة على زر الاشتراك في القناة. ولحظة لحظة، لا تنسى تفعل الجرس كمان.